لحظات أيها الحبل الكريم، وسوف ينطلق شوطنا الثامن الخاص بالجعدان، شوط مفتوح أيضا خاص لهجر أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل. 5 كيلومترات هي مسافة التنافس الشريف هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان سيف العرب لسباقات الهجن العربية الأصيلة المعلن تحدياته في إشراق شمس هذا اليوم. كما تابعنا الشوط الماضي وتابعنا رسالة وشفنا رسالة أهل العين وأهل زاخر، رسالة المملوكة لسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، مشكور يا أبو أحمد على هذا الأداء الجميل بدون أوامر وبدون أي تعليمات على الإطلاق، اندفاع ذاتي ونوع مميز ونوع فاخر من الهجن اللي قدمه بلدري الفلاحي. التحديات مستمرة مشاهدينا الكرام، متابعينا إلى فاضل نتابع على حضراتكم هذه الانطلاقة الجميلة والمميزة لشوطنا الثامن الخاص بالجعدان، مباشرة مع الصدارة مع المركز الأول شاهين اللي يحتل الصدارة لهجن الرياسة بمتابعة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي هنا على الصدارة. المركز الثاني نتابع ثاني المراكز هذا العفور عيسى بن مبارك بن عيسى بن سعيد المنصوري اللي يدفع هنا بالعفور. ركز يا ابو محمد ركز، من ممثلين قريطيسة في الانطلاقات مع الصغار مع الكبار. المركز الثالث ثالث المراكز هذا النشمي سعيد بن سلطان بن تريم الاكتبي اللي يحتل المركز الثالث، نقله الى المركز الرابع. رابع مراكزنا هملول من هجن سيح السلم وسعيد بن سالم بالمر. الله يا ابو احمد تحيه لهذا الشعار دائما في كل انطلاقاته وفي كل تحدياته هنا في هذا اليوم، يحتل المركز الرابع المركز الخامس المركز الخامس خامس مراكزنا وهذا الغزال سعيد بن حمد بن سلطان المنصوري اللي يحتل المركز الخامس، نقله الى سادس المراكز هذا بحر وصلكم بحر العواصف وقرفان البحر. الله 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 نرحب بحر كثيرا الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم محمد بن معيوب بن سعيد بن شاعر الشدي اللي يقدم هنا بحر في هذه الانطلاقه، نتمنى لك التوفيق يا بحر هنا من خلال هذا المسار. يحتل المركز السادس المركز السابع المركز السابع هذا سكر اللي غادم فهد بن سعد بن علي السعدي اللي قدم هنا سكر واندفاع سكر في المركز السابع. المركز الثامن ثامن مراكزنا هذا مدوق هجن سيح السلم وسيب بن احمد بن خريده السبوسي يحتل المركز الثامن. المركز التاسع تاسع مراكزنا رشاش سيب بن حمد بن حضيرم الاكتبي اللي يقدم هنا رشاش بمتابعه سالم بن سيب بن حمد اللي يقدم هنا هذه الانطلاقه مع هذا الشعار الاورنجي في الانطلاقات. المركز التاسع في هذه اللحظات ايها الحبل الكريم مشاهدي الكرام الوسمي سعيد بن مطر بن سالم بن عرطي الحميري وعاشر مراكزنا في هذه الانطلاقه الجميله هذا البني هاشم بن احمد بن هاشم بن يوسف العوضي هو اللي يحتل المركز العاشر ويقدم هنا الشعار الاتش والاصفر هنا وصلاوي المشاركة في المركز العاشر. هذه المراكز العشرة الأولى أيها الحفل الكريم، والشوط الشوط بدأ يلهب الشوط بدأ يلهب والكل بدأ هنا يخطف الصدارة والكل يخطف المراكز الأولى مركز مركز. الله 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 لا تزال الأمور في هذه اللحظة لا تزال الأمور هادية والكل يرصد للثاني. شاهين لا زال متحمل المسؤولية شاهين لازال متحمل المسؤولية يا بن دري يا الفلاحي. الله 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 شاهين اللي محلق في سماء هذا الميدان
مع هذا الشعار الأحمر، الشعار الأحمر والقطر شاهين على الصدارة من هجن الرئاسة بمتابعة المضمر المميز بأداه وبمشاركاته الخطيرة دائما في الانطلاقات سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي هنا على المركز الأول على الصدارة على المقدمة. المركز الثاني العفور، العفور يا العفور عيسى بن مبارك المنصوري يقدم هنا العفور ومشاركة هنا هذا الشعار ما شاء الله وتبارك الله. المركز الثالث، المركز الثالث هنا بدأ التحرك في هذه اللحظة هملول هماليل الأصالة التي تتجسد تحت هذا الشعار، هملول من هجن سيح السلم وسعيد بن سالم آلي نيبي يبغى يضيف النقطة الثانية أبو أحمد، يبغى يضيف النقطة الثانية. الله الله الله. نتابع المركز الرابع، ننتقل يوم صورنا العزيز وهناك بحر، بحر اللي قادم، بحر يا سلام يا بحر لسمو الشيخ سعيد المكتوم بن راشد المكتوم وقادم هناك بمتابعة محمد بن معيوف الشدي المنصوري. حرك يا ابو سعيد، حرك يا ابو سعيد. الله ما شيء باقي اللحظات الأخيرة. المركز الخامس، خامس مراكزنا أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء، النشمي سعيد بن سلطان بن تريم اللي يحتل المركز الخامس. والمركز السادس هناك سكر فهد بن ساعد بن علي السعدي هو اللي يحتل المركز السادس في هذه اللحظات. هذه مراكزنا، هذه المراكز، ونكتفي نكتفي بالمراكز الأولى، نكتفي بهذا القدر، نكتفي. هناك التغييرات، تغييرات بدت، تغييرات انطرت هناك على أول المراكز في هذه اللحظات. يا سلام، الله 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 يا هملول. الرقص هملولي، الشوط هملولي، هماليل الأصالة انطلق، هملول انطلق انطلاقة صاروخية من هجن سيح السلم بمتابعة سعيد بن سالم لينيبي وشاهين. شاهين في المركز الثاني من هجن الرياسة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي. حرك يا أبو أحمد، أبو أحمد، أبو أحمد، تحدي ثنائي، صراع ثنائي، السلام. لكن هملول، هملول السلال الهملولية، هملول يسقيك يا سيح السلم ويسقيك يا جبل علي في الانتاج، ومحمية، محمية هجن سيح السلم دائما في الانطلاقات. سلام هجن سيح السلم، سلام سلام بو احمد، سلام السعيد بن سالم لينيبي دائما مع التاريخ، دائما مع التألق. سلام يا بو احمد، سلام تهارينا لمالك هملول على الفوز بالمركز الاول. المركز الثاني شاهين من هجن الرياسة بمتابعة سهيل بن احمد بن دري الفلاحي. المركز الثالث لحظات الوصول، اللي احتل المركز الثالث في هذه اللحظات، لحظات وصول المركز الثالث مشاهدينا الكرام، هذا هو العفور. العفور ما قصر بأداء السيد عيسى بن مبارك بن سعيد المنصوري اللي احتل المركز الثالث في هذه اللحظات الجميلة والمميزة. توقيت 7:47 وفاء وتماما وكمال. سلام 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 وتحية لهجن سيح السلم، ومشكور يا سعيد يا بن سالم يا لينيبي على هذا الفوز وهذا التصدر للمرة الثانية على التوالي.